81 يوم مرت كلمح البصر، حنا والله العظيم نودنا بالزيادة ويا ربي لك الحمد. والله العظيم إن إذا طلع فؤاد عبد الله كاسب روس الريجيل ذولا كلهم يا سلام، والله إنها أكبر مكسب يعلم الله يا سلام. فأسأل الله العلي العظيم التوفيق لي ولزملائي في المسيرة الإعلامية. اللهم والله يوفقنا جميعا. يا سلام حسين، مرحبا ومسهلا، الله يبقيك طول عمرك. الله حي، الله يسلمك. ثاني شيء والله يطول العمر، وانها من افضل ايام عمري، وانها ايام ما تنسى ولا هي من عاده. يا سلام، تعرفت على اخوياي هم والله المكسب الحقيقي. نعم، ومن غيرهم من طاقم العمل ومن مقدمين معرفتكم والله تنشر بالمال. نعم، والجمهور والله مكسب، كسبنا جمهور ونحمد صح. الله ونشكره. صح، وغيرها الله يطول عمرك. قاعد بارك التوفيق. صوت غيب، الله يبقيك. والله انا من افضل 90 يوم اللي مرت علي. يا سلام. 81 يوم بس. الايام القادمه ان شاء الله نهاجمل من اللي راحت. تعرفت على روس الرئي ذولي والله نعم، انهم عندهم اخوان والله ما هم تستاهل اخوان. استمتعنا فيها. وقدمنا ما عندنا كلنا. واللي قدمناه هنا نص اللي بنقدمه برا ان شاء الله. نعم. باذن نعم. الله. في برا اطيب واطيب باذن الله. باذن الله. وجعل فالي وفالهم التوفيق ان شاء الله. رايد سم، انت كم لك يوم في القريه؟ بحدود 12 يوم او 13 يوم. وش رايك فيها؟ كانت والله من اجمل الايام صراحه. كل شخص قابلته ودار النقاش بيني وبينه يعرف انه مكسب الرايد. انت ودك انك عشت معهم 80 يوم اللي راحت؟ سم، ودك انك عشت معهم 80 يوم اللي راحت؟ اي والله صراحه اخوتهم تشرى والله يعلم الله. طيب انا عندي نصيحه لكم، ترى قبل ايام النهائي عندنا خاصه ايام 85 انا بعدها والله كان معي جوال وادمرني النهائي اموره. ايه ترى النهائي يا الربع بيشغلكم اموره تصويته وبيشغلكم على البث، يمكن يخفيكم اخر 10 ايام، يمكن طلعوا لك البث، يمكن ترى يمكن يكون ساعه. وينكم انت موجود لكن بجوالك تواصل. كم معي الجوال؟ خلي الرجال يضحك. عرفت؟ خلي بعطيك العلم. انت اكيد يعني انا قبل يمكن ايام تصويت النهائي اكيد اللي دار تعاون معكم اكيد تواصلوا مع اهلكم عشان تصويت النهائي، عشان امور كثيره، عشان الدفع، عشان كل شيء صح؟ وانتم منافسين اقوياء وجعل فالكم التوفيق. وانا اتحرى يوم الخميس بالهيبه ابي اشوف انا فارس النسخه ومن هو نجم الجمهور وجعل فالكم التوفيق. ولكن نصيحه، الايام الاخيره لا تشغل نفسك بالامور النهائيه، وكلها على احد من اخوانك والواحد من عيال عمك. مسألة انك انت اللي بنفسك ترى هذه تشغلك جدا. اي اخر 10 ايام يمكن تحسف انك ما قدمت بعض الاشياء. انا خاصة انا محاكيكم اخر ظهور لي في اخر 10 ايام يمكن كان ساعة بس. ساعة ساعة بس. ساعة هو مشغول. الو ابوي صار. الو وصار على الري وصار على فلان وصار على فلان. فانتم في امور النهائي اتمنى انكم ما تشغلون اعماركم. اول شيء الشغلة والربطة في الجوال وكل شيء ماسك الجوال، الرجاء ذا فلان رد ذا بيدق علي مدري ايش، فوكلوها على ناس ثانيين واخذوا وقتكم في النهاية لان هذه ايام تراها ما تنسى. انا محقيكم اعزائي تندمت اخر الايام، مفروض اني عشت النهاية، مفروض اني عشت والله اخر الايام، والله زاوية المطبخ ذي بنخليها، مفروض اني عشت معها، عشت معها قصة، ولكن كان تفكيري النهائي يعني. هذا غلط يمكنني اقوله للمشاهد واقوله لكم. والله لكم انت والله اخوان تستاهلون. عرفتوا؟ فالواحد لا يشغل نفسه في امور النهائي. انت لا تجد نفسك يعني. فوكلها على احد من اخوانك ولا احد من ربعك وجعل فالكم بالنواميس ان شاء الله والاوائل باذن الله. وما يحتاج هذا اثبات وجودكم والاشياء تقدمونها هذا بحد ذاته فوز ومركز اول حاله، وجعل فالكم التوفيق ان شاء الله. الله يسعدك يا وازن. وصولكم للنهائي بحد ذاته هذا يكفي عن اشياء كثيره. انت ما وصلت للنهائي الا بقوتك وقوه جمهورك وقوه ربعك اللي وراك وصلت النهائي. لولا قوتك ولولا اثبات وجودك كان ما وصلت. صحيح. مضبوط؟ وين؟ وين الناس؟ في مهمة سرية. صالح الله يحييك. كيف الحال؟ طول عمرك. طيب جاهزين الضيوف؟ ما شاء الله وصلوا. من خاص.
طيب تمام. طيب خلينا نسحب من التاج قبل كل شيء. اول شيء نهدي لعبد الرحمن والراي 500 500، دول قصروا فيكم. الى فؤاد بن عبد الله من غيمه، تستاهل يا فؤاد، تستاهل الطيب. ثانك يو، تستاهل الطيب كبير. زياده بن شري من سحاب، تستاهل الطيب. الله يعني ما دمكم. صالح بن عبد يعني حضر تعال دور قلت الجوال ما يجيك. طيب هلم احسن من صوارم، استاهل. انا هناك في لا ادور اسمي خلاص، بس ما عاد يحتاج. لا ما راح عبد المحسن يعني ما عاد مكان، ما عاد ما معي الا اعتذرك، دريت اسمي ما طالع. طيب من رمو الى زياد بن خالد، استاهل. استاهل طيب الله يعني ما ادور. الى متعب الرقعان من شرهم طيري، استاهل. الرقعان استاهل طيب والله يشقى، الله يشقى شرهم طيري قبل قتيل الحافز الداعم لنا، جهودها لا هي ولا هوامير تويتر الباقيين او منصة اكس ما شاء الله تعطي المتسابقين قبل. انا اتكلم عن نفسي، كانت تنزل تغريدات تعطيك طاقة، ترى ترى التغريدات انا بعلمكم، التغريدات السلبية لا احد يركز فيها، كلام السلبي يحطه وراك، كلام الايجابي اخذه حطه قدامك وامشي على مسير كلام الايجابي. السلبي ترى بيدجك بيضيعك بيخليك تفكر، ترى مخك لا يفكر خلاص ما تقدر توقفه، فكلام السلبي لا يهمكم يا الربي. طيب الى عبد الله الحارثي من سميتا، عبد الله عبد الرحمن. طيب احنا طولنا على لكن اخر سحب من مها الى ملك الريالتي ودندون النسخه سلطان بن تغيب، استاهل. طيب ابو ماجد الله يهينك يا حبيبي، مثل الخطه المعتاده اختار لي اللي هله جاو وتعنوا، وهو من حظه انه اخر او نختم ضيف وهلا جايين اليوم كآخر متسابق، اختار لي اللي انت المتسابق منهم. يلا